مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. تنديدا باعتداءات ميليشيا قسد، مظاهرة في مدينة عمودة بريف الحسكة الشمالي. محافظة البيضاء بشكل كامل خالية من العناصر التكفيرية ومن أدوات العدوان. القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير مديريتي صومعة ومكراس في البيضاء بمساحة 2700 كيلومتر. الصين ترسل 19 طائرة حربية باتجاه تايوان على خلفية الانضمام لاتفاقية تجارية في المحيط الهادئ. خرج أهالي مدينة عمودة بريف الحسكة الشمالي بمظاهرة تنديدا بميليشيا قسد واعتداءاتها اليومية على الأهالي وعمليات الاختطاف اليومية بحق الشبان لإجبارهم على الخدمة في صفوفها. وفي ريف دير الزور الشمالي داهمت ميليشيا قسد تجمعات سكنية في محيط قريتي بسيتين والجاسمي واختطفت عددا من المدنيين. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من الميليشيا بمساندة من طيران الاحتلال الأمريكي المروحي والمسير وقوة عسكرية من الاحتلال طوقت المناطق السكنية في محيط قريتي بسيتين والجاسمي بريف دير الزور الشمالي الليلة الماضية واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة. شهدت مدينة داعل بريف درعا الشمالي تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية. تهلكم مشاهدينا، نحييكم من مدينة داعل بريف درعا الأوسط، هذه المدينة التي تشهد اليوم انضمامها إلى اتفاق التسوية والبدء بعمليات تسوية الأوضاع وتسليم السلاح ضمن هذه البلدة، إضافة إلى بلدة أبطع المحاذية لهذه البلدة. هذا الاتفاق يشمل هاتين البلدتين. منذ الصباح فعلا دخلت لجنة التسويات إلى هذه البلدة ودخلت اللجنة الأمنية والعسكرية ورفعت علم الجمهورية العربية السورية ضمن أبريت هذه المدينة، وتم افتتاح مركز تسوية الأوضاع ضمن الثانوية الصناعية. سنحاول أن نرصد آراء الأهالي عن هذا الموضوع وما هي أهمية هذا الموضوع. يعطيك العافية. ميت مرحبا، اهلا وسهلا. شو اللي عم يصير بداعل وشو حابين تنشر رساله؟ والله اليوم عرس وطني بالنسبه لسوريا ولداعل، وهذا بنعتبره فخر لنا، يعني بحيث انه الامن والامان لكل سوريا، وبنتمنى يظل ماشي الى الابد. يعني الامور بخير الحمد لله، وتم يعني الاقبال كبير جدا على مركز التسويه. في هذا اليوم قام كثير من شبان داعل وحتى المناطق المجاوره بتسويه اوضاعهم لدى اللجنه الامنيه، ونشكر اللجنة الأمنية طبعا في محافظة درعا لاتخاذ الحل السلمي وحقن الدماء، والمصالحات الوطنية هي جسر للعبور إلى السلم وعودة الأمن والأمان في محافظة درعا وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء هذه المحافظة وعودتهم إلى حضن وطنهم. ونقول كما قال سيد الوطن، نحن لا ننتصر على بعضنا وإنما ننتصر مع بعضنا، واي انتصار لا يكون الا على الارهاب. شكرا كثير لك. اذا يعني هناك رضا شعبي كبير حقيقه عن هذا الموضوع. سنحاول ان نرصد جانب من الاقبال الذي شهده هذا المركز منذ الصباح. طبعا تم يعني استقبال العشرات من ابناء هذه المدينه، وايضا كما حدثنا حتى الجهات المعنيه هنا من القرى المجاوره لهذه المدينه. كما نشاهد هناك اقبال كبير حقيقه ضمن هذا المركز، سواء لجهه تسويه الاوضاع بالنسبه للعسكريين ضمن هذا المقر او ضمن هذا المبنى،
أو أيضا بالنسبة للتسويات الأوضاع بالنسبة للمدينة. هناك تسهيلات كبيرة من قبل اللجنة الأمنية أو لجنة التسويات فيما يخص هذا الموضوع، وأعطاء مهل لكل من هو فار من الخدمة العسكرية وتسويات وضعه وشطبه من اللوائح الأمنية، وهناك إقبال من قبل أبناء هذه البلدة للعودة إلى طريق الصواب. يعطيك العافية صديقي. ليش جاي؟ شو رأيكم بهذه التسوية؟ نعمل تسوية مشان الواحد يروح ويجي يعني ياخذ راحته يعني كله. إيه. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. إذا هناك كما قلت أيضا إقبال هذا الجانب، وأيضا الجانب المدني هنا ضمن هذا المركز فيما يخص التسويات المدنية والتسويات العسكرية، وهو إقبال منذ الصباح لشبان وأبناء هذه البلدة لتسوية أوضاعهم بشكل كامل والعودة إلى حياتهم الطبيعية. أيضا سيتم بعد يعني وقت قليل الانتقال إلى بلدة إبطع لاستكمال عملية تسوية الأوضاع ضمن بلدة إبطع. بعد الانتهاء من بلدات داعل أو إبطع سيتم الانتقال إلى قرى هامة في حوض اليرموك، عن سحم، عن جلين، عن مناطق أخرى بطبيعة الحال بالتوازي. مع ذلك أيضا تقوم وحدات الجيش العربي السوري بعمليات الانتشار في بلدات زيزون وتل شهاب، وهي مناطق حدودية ولها أهمية استراتيجية كبرى. إذا قطار المصالحات يجري بخطوة واثقة ومتسارعة في محافظة درعا، سعيا من الدولة السورية لإفساح المجال لعودة الأمن والاستقرار، لا سيما تحدثنا عن قرى هامة كانت مرتعا للاغتيالات خلال الفترات الماضية، والتي ربما كان آخرها منذ حوالي 15 يوما في مدينة داعل، حيث يستشهد عنصرين من عناصر قوات الداخلية. إذا اليوم التعويل كبير على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة، عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل. كنت أنا معكم فراس الأحمد من مدينة داعل ريف درعا. تابع دكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى بوي ثان سون وزير خارجية فيتنام، وبحث الوزيران أفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين، لا سيما أن هذا العام يتزامن مع الذكرى 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كذلك التقى الوزير المقداد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستو دولي ديس، حيث أكد الوزيران رفضهما لأي محاولات للمساس بسيادة البلدين واستقلال ووحدة أراضيهما. كما تطرق اللقاء أيضا إلى سبل تعزيز التواصل الدبلوماسي والحوار بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن المنهج العدائي الذي تتبناه لجنة التقصي المعنية بسوريا والامتناع عن الإقرار بحقها وواجبها في تحرير أراضيها وحماية شعبها ينزع عن تقاريرها صفة المهنية والموضوعية، معربا عن الأسف لتحول اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وآلياته إلى منصة وأداة للتشهير بالدول استنادا إلى تقارير ملفقة. السفير آلا بيّن أن النهب المتواصل لنفط سوريا وقمحها وتهريبهما عبر الحدود يتم بالتواطؤ مع الاحتلال الأمريكي ويحرم السوريين من مواردهم الوطنية، كما أن الحديث عن أماكن تكرير النفط المسروق والإتجار به التي تديرها مجموعات إرهابية في مناطق الاحتلال التركي وتصويرها وكأنها مراكز نشاط اقتصادي وإنساني سلوك يفتقد المهنية والأساس القانوني والأخلاقي. قضت القوات العراقية على 7 إرهابيين من تنظيم داعش في محافظة ديالى شرق البلاد، وذلك مع استكمال العمليات الاستباقية من قبل وكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع سلاح الجو. هذا وتركزت عمليات البحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين الواقعة شمال شرق العراق، وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة. وإلى جانب الضربات الجوية تم الاشتباك مع باقي عناصر التنظيم في بعض الأوكار.
أعلنت القوات المسلحة تحرير مديريتي صومعة ومكراس بمحافظة البيضاء بمساحة 2700 كيلومتر، وذلك خلال عملية الفجر الجديد التي استهدفت ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش. 48 ساعة فقط نجحت قواتنا في تحرير مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة إجمالية تقدر ب 2700 كيلو متر مربع، كما هو واضح أمامنا الآن في الشاشة، حيث تظهر أمامنا الآن الخارطة بهذه المساحة الإجمالية التي ذكرناها بأكثر من 2700 كيلو متر مربع. هنا تظهر مديرية الصومعة بشكل كامل مع أجزاء من مديرية مكيراس، وهنا تظهر مديرية مسورة بهذه المساحة الإجمالية الكبرى، بتصبح محافظة البيضاء بشكل كامل خالية من العناصر التكفيرية ومن أدوات العدوان، وتتجه المعارك باتجاه شبوة وباتجاه محافظة مارب، وإن شاء الله ستعلن خلال المراحل القادمة. كذلك عرض العميد سريع مشاهد من الإعلام الحربي اليمني توثق السيطرة على عتاد عسكري من مدرعات وأسلحة متوسطة وخفيفة، والسيطرة على 7 معسكرات للتكفيريين، فيما بلغ عدد القتلى والمصابين والأسرى من العناصر التكفيرية حوالي 225. هذا عمل جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في المعهد بمديرية الصومعة. هذا هو تبع مثنى الصنعاني أبو عمار شبوة. وفي الأراضي المحتلة اعتصم أكثر من 80 أسيرا فلسطينيا في ساحات سجن النقب، مطالبين بالخروج من الأقسام إلى الزنازين أو العودة إلى مجريات الأمور قبل مرحلة تحرر أسرى سجن جلبوع. تأتي هذه المطالبات بعد خطوات التصعيد مع مصلحة السجون الصهيونية التي حشدت قواتها للتصدي للأسرى، بالتزامن مع حالة الغليان والاستنفار التي تسود السجن في هذه اللحظات. وفي وقت سابق أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 100 أسير في سجن عوفر من كل الفصائل قرروا إرجاء إضراب تدريجي في ظل موافقة إدارة السجن على وقف إجراءات التنكيل والتضييق بحق الأسرى. استشهد الأسير المحرر حسين مسالمة بعد معاناة مع مرض السرطان، وذلك من جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، حيث أمضى 19 عاما. وفور الإعلان عن استشهاده في مستشفى رام الله انطلقت مسيرة عفوية باتجاه منزله في مدينة بيت لحم ليتم الإعلان لاحقا عن إضراب شامل. ومن أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة دعت جمعية واعد للأسرى ليوم غضب الجمعة، بل ليوم غضب الجمعة وثورة في وجه الاحتلال في كل المناطق المحتلة. ندعو أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده لاستمرار فعالياته الوطنية والشعبية لدعم ومؤازرة الأسرى وتشكيل درع حام لأرواحهم الغالية من بطش السجان الصهيوني، كما وندعو في هذا المقام لاعتبار يوم غدا الجمعة يوم غضب وثورة في وجه الاحتلال، وخاصة في مناطق التماس والأماكن القريبة من السجون الصهيونية في الضفة والداخل المحتل.
قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن لصحيفة بوليتيكان الدنماركية إنها ترى الرئيس الأمريكي جو بايدن مخلصا جدا لتحالف شمال الأطلسي الناتو، وذلك في انحياز علني إلى جانب واشنطن في خلافها مع باريس نتيجة إلغاء أستراليا صفقة غواصات هائلة مع فرنسا. هذا هو من جانب آخر أكد البيت الأبيض أن بايدن سيزور أوروبا قريبا بهدف التوصل إلى تفاهمات والحفاظ على الزخم في المشاورات المعمقة التي اتفق مع نظيره الفرنسي على إطلاقها بهدف تهيئة الظروف الملائمة لضمان الثقة بين الدولتين واقتراح خطوات محددة بغية تحقيق أهداف مشتركة. ومن واشنطن دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحكم في غضبه على خلفية أزمة الغواصات النووية. الاتفاق الثلاثي ليس عدائيا تجاه أحد بما في ذلك الصين. ما أريد أن أقوله عن ذلك هو أنني أعتقد أن الوقت قد حان لبعض من أعز أصدقائنا في جميع أنحاء العالم للسيطرة على كل هذا. أرسلت الصين 19 طائرة حربية باتجاه تايوان، وذلك بعدما أعلنت الجزيرة عزمها الانضمام إلى اتفاقية تجارية في المحيط الهادئ. كانت بكين تقدمت بطلب للانضمام إليها. بالمقابل ردت تايوان بتنفيذ دوريات جوية ردا على تحليق الطائرات الصينية وتعقبتها بأنظمتها للدفاع الجوي، وهو ما لم تعلق عليه الصين التي أرسلت العام الماضي 18 طائرة باتجاه تايوان عندما زار دبلوماسي أمريكي بارز الجزيرة والتقى كبار المسؤولين الحكوميين. كما أرسلت أيضا 28 طائرة حربية في حزيران يونيو الماضي بعد أن أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بيانا يدعو إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بمضيق تايوان. دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى بناء عالم جديد خال من الهيمنة وقائم على مبادئ التعددية والقانون الدولي، وفي كلمة له خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 76 اعتبر مادورو أن العالم الجديد يحتاج أيضا إلى أمم متحدة جديدة. ندعو إلى بناء عالم جديد ينبثق من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومن الشعوب الأصلية للولايات المتحدة الأمريكية، عالم يولد من جديد لإنهاء الهيمنة القديمة ووضع حد لتظاهر البعض بأن يصبحوا رجال شرطة وقضاة لكل شعوب العالم. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وتيماء حيدر. مساء الخير تيماء. مساء النور يا هلا. شكرا. مساء الخير مشاهدينا. بداية الأخبار الاقتصادية مع العناوين. خلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية حاكم المركزي هدف القرارين 1070 و1071 هو تنظيم سوق المستوردات. مجلس الوزراء يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير بطاطا الطعام. أهلا بكم. ركز الاجتماع النوعي الذي عقد في غرفة تجارة دمشق وجمع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستوردين ومصدرين مع حاكم مصرف سوريا المركزي، ركز على قضايا تمويل المستوردات وتعهد إعادة القطع. وأوضح الحاكم أن هدف القرارين 1070 و1071 هو تنظيم سوق المستوردات وفق أولوية المواد الأساسية. خلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية شدد حاكم مصرف سوريا المركزي على الشفافية والوضوح لمنع حصول أي لبس في فهم القوانين وتطبيقها
خصوصا ما يتعلق بالقرارين 1070 و1071 اللذين أضافا قناة لتمويل المستوردات هي شركة الصرافة. فتحنا بأحد القرارات الجديدة إنه للشباب ما رح إلغي أي آلية سابقة لتمويل المستوردات، لا بل رح نزيد عليها قناة جديدة اللي هي الشركات المرخصة تأمن لك قطر. أنا ميزاني التجاري ببلد إذا كان مستورداتي أضعاف وارداتي سعر الصرف رح يوصل للا نهاية. كل الموجودين بالقاعة عم يتضرر، حتى اللي معه دولار ومخبي وقت اللي عم يصرف وعم تغلى المواد المعيشية. حاكم المركز وجه رسائل طمأنة للتجار والصناعيين الذين ازدحمت قاعة غرفة تجارة دمشق بهم وبتساؤلاتهم واستفساراتهم، داعيا كل من لديه معاملات بالقطع الأجنبي لأن يتعامل بالقنوات الرسمية، على حين أكد لهم أنه لا مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي شرط ألا يتعامل به داخل سوريا بطرق غير قانونية. ستنطلق بإذن الله قريبا سواء باستخدام البيو اس او موبايل ابلكيشن بمجرد ما طلعت الكاميرا على الفاتوره، وبامان هلا نحن بمرحله التجريب صدر القرار المتعلق بالمستوردات من اصل 3400 ماده يسمح باستيرادها. رحنا على جزء بسيط من المواد لم تمنع، وانما طلب من المستوردين وقتك تستمر تشتري القطع تبعها من شركات صرافه. حاكم المركز الذي اعتبر أن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة كشف أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي، ملوحا بالعقوبة لكل من يتباهى بمخالفة القانون. لم يطلب لا من اللجنة المشكلة بقرار رئاسة حكومة لضبط أو مراقبة سعر الصرف، ولا من المركز اي اسم لاي تاجر ولا قديش اشترى. هدفنا اللي حابين نتعاون فيه مع الجميع تنظيم سوق عشوائي. بيقولوا لي قديش عمره قد يكون 10 سنين. هذا ويعمل مصرف سوريا المركزي حاليا وبحسب الحاكم على معالجة موضوع تقييد السحب اليومي من المصارف المحدد بمليوني ليرة بالتوازي مع اطلاق الدفع الالكتروني خلال اسابيع، حيث بلغ مجموع السحوبات حتى الان 54 مليار ليرة. المقترحات والطروحات التي قدمها الصناعيون والتجار خلال لقائهم حاكم مصرف سوريا المركزي تنوعت ما بين منح فترة زمنية لتطبيق أي قرار تفاديا لعقبات تطبيقه، بالإضافة لمدخلات حول وضع معاملات إجازات الاستيراد التي جرت قبل صدور قراري المركزي، وموضوع تعهد إدارة قطع إعادة القطع الأجنبي وتمديد فترة التسديد مراعاة لظروف المصدرين وإعادة فتح القروض وتحريك المصانع المتعثرة. عملية تنظيم تعهد القطع عملية تنظيمية وهي حماية لهم وفائدة مستمرة لهم، لأنه حياخدوا دعم من الدولة اللي هي حوافز فوق سعر التصديري. تصدير المواشي كان القرار كتير جيد جدا، بيقضي على موضوع زارة التهريب والتهريب الغير رسمي. بهذا القرار بتصدر رسمي وبتجيب القطع للبلد بكافة الأريحيات، وأعطانا مجال للشركات الصرف تستقبل منها القطع برا بخارج القطر. بخصوص تصدير المواشي يجب إعادة 500 دولار عن كل رأس يصدر من سوريا، والقرار ممتاز جدا وهو قرار تشجيع لتصدير المواشي، وتم توزيع 100 ألف رأس على المصدرين بالتساوي بحيث لا يزيد عن كل مصدر 1000 رأس. قنوات جيب المصاري لسوريا بالنسبة للتصدير هي المشكلة، في بلاد سهلوا عليها في بلاد كثير صعبة، فنلاقي قنوات نجيب المصاري هي المشكلة. توقفنا عن التصدير، ما عاد في إمكانية تصدير. سألنا إذا في شيء ميكانيزم أو شيء وسيلة جديدة للتصدير، فما أعطانا جواب قاطع. هذا من جانب. من جانب آخر حكينا بالنسبة للشركات المتعثرة، مصانع سورية اليوم في آلاف المصانع مغلقة لأسباب بسيطة وتافهة، لأسباب قروض أو غرامات أو شغلات مع المصارف، مصارف القطاع العام. كما وأنه في خلل كبير كثير كثير بالمصارف، عم بيكون واحد يعني مدين له قرض بسيط بمجرد ما يتأخر بدفع قسط أو قسطين بيحطوا عليه إشارة حجز. من طالب من وزارة الصناعة تقييم الأصول الثابتة للمعامل، معمل من 20 سنة قدرينه ب 400 مليون،
اليوم صار سعره 40 مليار. بياخذ واحد قرض 100 مليون، ما بس تحجي على كل المعمل، تحجي على جزء منه او حريه المساهمين او اعضاء مجلس الاداره. وافق المهندس حسين عنوس رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنه الاقتصاديه المتضمنه المصادقه على العقد المبرم بين الشركه السوريه لتخزين وتوزيع المواد البتروليه محروقات والشركه العامه للبناء والتعمير فرع المنطقه الشرقيه لتقديم وتجهيز 10 محطات بنزين متنقله. كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام اعتبارا من بداية الشهر القادم حتى 15 من آذار 2022. هذا ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا ماليا بنحو 182 مليار ليرة سورية لشراء الأقطان المحبوبة وبذور القطن من الفلاحين لموسم 2021-2022. كما وافق على السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محليا من قبل جميع المستوردين. أعلن مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض إطلاق باكورة منتجاته المتمثلة بضمان تمويل المصارف العامة والخاصة لإقامة مشروعات صغيرة في المناطق الصناعية. وأوضح إبراهيم زيدان المدير العام للمصرف الزراعي الذي يعد من أكبر المساهمين برأس مال المؤسسة أن البدء بطرح منتجات الضمان يأتي عقب الانتهاء من إعداد الاتفاقيات الثنائية الناظمة للعمل بين المؤسسة والمصارف العاملة ومؤسسات التمويل والتوقيع عليها من العديد من المصارف. ولفت زيدان إلى أن المؤسسة استطاعت الانطلاق كمؤسسة ناشئة ضمن الاقتصاد الوطني باتجاه تحقيق غاياتها الأساسية وذلك في إزالة عقبات الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التنمية وتأمين مداخيل جديدة للراغبين بإقامة مشروعات وكذلك لأصحاب الدخل المحدود. بلغت توقعات إنتاج محصول التبغ في منطقة الغاب بحماة نحو 1780 طنا خلال الموسم الزراعي الحالي من صنفي الفريجينيا والبرلي وهي أقل من الموسم الماضي. وعن أسباب تراجع الإنتاج أوضح عبد الرحمن فضل رئيس شعبة زراعة التبغ في منطقة الغاب أن ذلك يعود لتأخر عمليات الزراعة وعدم توفر المازوت والأسمدة ما أدى لانخفاض إنتاجية الدنم فضلا عن التأخر بعمليات السقاية بسبب غلاء المازوت وعدم توفره. بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن في الموسم الحالي 29 ألف هكتار موزعة على المحافظات التي تشتهر بزراعة القطن ومنها حلب والحسكة ودير الزور والرقة ومناطق الغاب والقامشلي. وبين المهندس وليد رزوق مدير مكتب القطن بحلب أن حالة المحصول جيدة ولا يعاني من أي أمراض حشرية نظرا للمتابعة المتواصلة والإشراف على الحقول المزروعة والتزام الفلاحين بمواعيد الزراعة والسقاية والتسميد. ولفت رزوق إلى أن وزارة الزراعة رفعت هذا العام سعر الكيلوغرام الواحد من القطن من 1500 ألف ليرة إلى 2500 ليرة ما ترك انطباعا إيجابيا لدى الفلاحين بهدف تشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة للموسم القادم وتلبية احتياجات القطر من المحصول. ختام النشرة الاقتصادية وعودة إلى النشرة السياسية مع وفاء. شكرا يعطيك العافية. أهلا بكم. في سواحل شبه جزيرة القرم شنت المجمعات الساحلية المتنقلة المضادة للسفن باسيتون التابعة لأسطول البحر الأسود ضربات صاروخية على أهداف بحرية.
هذا وتعتبر باسيتون منظومة دفاع صاروخي ساحلي محمول على شاحنات، وهي مخصصة للتصدي وتدمير مختلف أنواع السفن بما في ذلك حاملات الطائرات، ويمكنها العمل في ظروف التشويش والإعاقة الإلكترونية المكثفة. قالت الخارجية الروسية أن منظمة شانغهاي للتعاون لا تعتبر نفسها نقيضا للتحالف الثلاثي الأمني بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. بالمقابل أظهرت لقطات من مقاطعة أورنبرغ الروسية فعاليات تدريبات بعثة السلام 2021 العسكرية الدولية لقوات دول منظمة شانغهاي للتعاون في مقاطعة أورنبرغ. مشاهدينا، قبل ختام هذه النشرة بقي التذكير بأبرز ما جاء فيها. تنديدا باعتداءات ميليشيا قسد، مظاهرة في مدينة عامودة بريف الحسكة الشمالي. محافظة البيضاء بشكل كامل خالية من العناصر التكفيرية ومن أدوات العدوان. القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير مديريتي صومعة ومكيراس في البيضاء بمساحة 2700 كيلومتر. الصين ترسل 19 طائرة حربية باتجاه تايوان على خلفية الانضمام لاتفاقية تجارية في المحيط الهادئ. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، بأمان الله.